اهلا بكم. شدد الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الحاجة الملحة الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة. وذكر بيان للبيت الابيض ان بايدن ورئيس الوزراء البريطاني طالبا بمعالجة الوضع الانساني المزري في القطاع. واضاف ان بايدن وستارمر شددا ايضا خلال لقائهما في واشنطن على ضرورة بذل اسرائيل المزيد من الجهود لحماية المدنيين. استشهد تسعة فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال وثلاث سيدات في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي تفاح شرقي مدينة غزة وفي شمال القطاع سقط عدد من الشهداء والمصابين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف روضة تؤوي نازحين في المخيم دوت صافرات الانذار في دفيف ويفتاح في الجليل الاعلى بعد رصد اطلاق صواريخ شمال اسرائيل هذا واعلن جيش الاحتلال اعتراض هدف جوي مشبوه تسلل من لبنان الى مناطق الجليل الغربيه وكان الجيش كشف في وقت سابق عن رصد خمس قذائف اطلقت من لبنان نحو الجليل الاعلى من جانبه أعلن حزب الله قصف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي الإسرائيلي وقاعدة تمركز احتياط فرقة الجليل ومخازنها اللوجستية في عام عاد بعشرات صواريخ الكاتيوشا كشف عن استهداف دبابة ميركافا على طريق رويسات العلم بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها وأشار إلى أن هذه العمليات جاءت ردا على غارات الاحتلال على منزل في بلدة الأحمدية عند الطرف الجنوبي لمنطقة البقاع الغربي في العمق اللبنانية. كشفت القياده المركزيه الامريكيه عن تدمير ثلاث مسيرات ومركبه للحوثيين بمناطق سيطرتهم في اليمن خلال الساعات الاربع والعشرين الماضيه واشارت الى ان هذه المسيرات والمركبه كانت تشكل تهديدا وشيكا للقوات الامريكيه وقوات التحالف والسفن التجاريه بالمنطقه وشددت على استمرار اتخاذ الاجراءات لحمايه حريه الملاحه وجعل المياه الدوليه اكثر امانا اعلنت القياده المركزيه الامريكيه مقتل اربعه من قاده تنظيم داعش في غاره تم تنفيذها في غرب العراق قبل نحو اسبوعين واشارت الى ان الغاره التي شاركت فيها قوات الامن العراقيه في التاسع والعشرين من اغسطس الماضي اسفرت عن مقتل اربعه عشر من عناصر التنظيم واوضحت القياده المركزيه الامريكيه الى انه تم التاكد من مقتل المسؤول عن جميع العمليات في العراق في العمليه بدأت المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الامريكية كاميلا هاريس من ولاية بنسلفانيا جولة في الولايات المتارجحة والحاسمة وفي كلمة امام تجمع انتخابي اتهمت هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب بانه سعى عندما كان رئيسا لانهاء برنامج الرعايه الصحيه من دون خطه بديله وتعهدت بالنضال من اجل بناء مستقبل اكثر اشراقا للامريكيين حسب وصفها من أكد ترامب تحقيق النصر على هارس خلال المناظرة الرئاسية الثلاثاء الماضي وقال خلال تجمع انتخابي في ولاية نيفادا إنه حقق نصرا أكبر من ذلك الذي حدث على رئيس جو بايدن قبل ثلاثة أشهر واتهم هارس بالفشل في مهمتها كنائبة لرئيس الولايات المتحدة مشاهدينا انتهى الموجز ونعود مره اخرى لزميلي محمد جاد ومارينا المصري لاستكمال فقرات صباح جديد